السلام عليكم، تحية نضالية للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفة في هذا البلد الآمن الأمين من طنجة إلى الويرة. إذن ما يالله غاديين دابا دقيقة ما تغدينا نفس العادة، نكملوا الخدمة ديالنا اللي تنجي ماشي مشكل. نحن من حدنا غاديين من شفت واحد حط تعليقات ديال بعض الإخوان، يعني مشكورين ماشي مشكل. أي واحد تيدير شي تعليق يعني بكل أدب واحترام خاصنا نجاوبوه بكل أدب واحترام، واللي تيقلل العفة بحال شي وحدين مازال غادي نرجع ليهم غنقد معاهم طرح ماشي مشكل. إذن بعض الإخوان يعني أشار إلى أن زعما كاين مني هضرت على أستاذ التعليم يعني هيئة أساتذة الباحثين التعليم العالي، قال لي بأن راه الآن راه كاين واحد الإصلاح ما إصلاح وراه ولاو غير جوج. للإشارة هذه القضية ديال هذيك مراجعة، كاين مراجعة أول ديال التعليم العالي، لأن راه شرط لكم بأن من كانت مراجعة بالنسبة قطاع الصحة والتعليم اللي تعطاتهم الأولوية باش تكون هذيك المراجعة اللي غادي تكون هي عبارة عن تحسين الدخل، هي زيادة غير مباشرة بس زيادة بالأجور. المهم نرجعوا، كنت شرت لها هذيك المراجعة، كانت دار المراجعة ديال التعليم العالي هي اللي تقررت فيها هذيك 3000 درهم وتقسمت لثلاثة سنوات 2023 24 29 1000 درهم في كل سنة ابتداء من فاتح يناير 2023، والفيديو راه باقي وموجود. وشرت فيها الى ان هذه المراجعة اللي غتكون في النظام الاساسي ديال التعليم العالي غيولي غير استاذ محاضر واستاذ التعليم العالي، احنا تنهضروا على اللي كاين الان بالنسبه لهذا الاستاذ باحث للاحداث ديالو هذا الاطار الجديد اللي هو غير درجه واحده فقط. اذا ما تخلطوش بين التعليم العالي بين الهيئه الاساتذه الباحثين للتعليم العالي وبين هذا المسار الجديد، واحد المسار واحد الباركور تفتح في هذا النظام في هذه المراجعه ديال النظام الاساسي لمهن التربيه والتكوين اللي غادي اللي دارت المراجعه غير ديال النظام ديال 2003 وضافت شي حاجه وتعدلت شي حاجه وتنقصت شي حاجه الى اخره. المهم مسائل ترقيعيه باقي ما تغديناش غاديين وشويه راه كاين غادي نوضح. اذا حنا باقين بقى غير في قطاع التربيه الوطنيه بالنسبه لهذا الاطار ديال الاستاذ باحث بالنسبه لدكاتره القطاع او دكاتره التعليم المدرسي. المهم هاد الاطار ديال الاستاذ باحث رسميا تنهضروا على الرسمية ولد عمي شد معايا الرسمي هو له نفس المسار المهني ديال استاذ التعليم العالي مساعد بي ا فقط، ميم باركور ديال البروفيسور اسيستون، يعني راه غيستافد غيرتبوهم غير حسب هذيك الرتب اللي تتكون فيه ديك ا بي سي دي. راه قلنا كيفاش. اما الا بغيتي يعني تمشي لهذوك الهيئات اللي دارت دابا ديال الاستاذ محاضر استاذ التعليم العالي، راه كاينين المباريات الان تيدوزو، وجد راسك وسير دفع عليهم وسير دوز المباراه باش تطلع التعليم العالي باش تولي يعني تستافد من هذاك المسار ديال الاستاذ الاساتذه الباحثين للتعليم العالي اللي غيكون فيهم غير جوج كما قلتي استاذ محاضر واستاذ التعليم العالي. اما هاد الاطار اللي تفتح
فهو راه غير محدود اول العمل، ماشي دائم. اولا غير واحد باش نقولوا مرحله انتقاليه، لان قطاع التربيه الوطنيه محتاج ليهم باش يدير الاصلاح الى اخره. اما لك انت باغي نيت فعلا تمشي وتولي استاذ تعليم عالي، كان عندك واحد الحلم باش تولي استاذ تعليم عالي، تولي استاذ محاضر الى اخره، فسير وجد راسك راك في المباريات دفع عليهم وسير دوز المباراه. اما هذا الاستاذ الباحث اللي كاين الان راه فيها غير نفس المسار ديال استاذ التعليم العالي سعيد، هادشي اللي كاين. يلا تبارك الله عليكم، قربنا ومن بعد غادي ندير معكم شي مباشر اللي كانت الظروف تسمح، ما كانش غادي ندير شي فيديو ونعاودو نقسمو معكم اذا ما تنساوش بارطاج على النطاق الناس حتى تاعهم الفائده، كثروا من الجيم الاعجاب لايكات دورو دابا.